مساء الخير. أشكر لكم دعوتكم الكريمة لي هذا العام أيضا لحضور احتفال باليوم العربي اليمني. ولرغم كل التغيرات العنيفة من حولنا والتي لم تشهدها الساحة العالمية من قبل، تبقى علاقات اليابان مع دول العربية طيبة ثابتة لا تتغير، مش كده؟ أنها ثمرت تلك الجهود التي بذلها قادة اليابان وزعماء دول العربية لسنوات طويلة، وما زالوا مستمرين للانخفاض عليها لتفيد ثمارها أيضا حتى على مستوى الشعبين العربي والياباني، لتكون المهمة الأولى الملقاة على عاتقنا هي كيف نواجه تلك العلاقات للأجيال القادمة، وكيف نجعلهم يحافظون عليها. في عاصمة طوكيو مثلا، وقبل انعقاد دولة الألعاب الأولمبية في سنة 2020، قمنا بدعوة عدد من طلاب الجامعات في قارات الخمسة ليقودوا اجتماعات يتناقشون فيها حول المستقبل العالم ومستقبل كوكب الأرض. وبالطبع كل من بينهم ممثلون للدول العربية، دعونا نفكر مع شباب الأجيال القادمة كيف سيكون مستقبل علاقات الصداقة بين اليابان والدول العربية بعد 10 سنوات أو 20 سنة، بعد 50 سنة، أو حتى بعد 100 عام. ونعمل معهم أيضا على تحقيقه. من أجل ذلك ومن إيمان قوي أن احتفال باليوم العربي الياباني اليوم سيضع الأساس لذلك، وأدعو الله أن تكون علاقات الصداقة ومودة بين اليابان والدول العربية علاقات تدوم للأبد. شكرا جزيلا.